حبيت قبل ما نبدا نطلق دي فيديو على الدروس نتطرق بصفه عامه الى كل ما له علاقه بالنسبه للسنه الاولى طب. دونك بروميييرمون فيما يتعلق بلا لونغ اوتيليزي دون لونسيونمون معناتها اللغه المستعمله في التدريس كامل نعرفو باللي لو فرونسي هي ولا الفرنسيه هي اللغه المعتمده في التدريس بالنسبه للطب، لكن ما تتقلقوش لانه بالنسبه للغه هذا لا يشكل عائق في الدراسه، لانه المصطلحات الطبيه بطبيعتها تكون جديده على كل الطلاب ورايحين تتعلموها بسرعه خلال محاوله قراءه وفهم الدروس، لانه هذه المصطلحات في غالبيه الاحيان راها تتكرر. رايحين تقراو دو سيمستر معناتها الثلاثي الاول والثلاثي الثاني، وبعد كل ثلاثي رايح ديروا ان اكزامان ولا ما يسمى بلو كونترول. دونك كونسيرنون لي اكزامان ولا لي كونترول رايح يكون في كل ماده دو كونترول في العام كامل ما عدا لي موديول سيمستريال اللي رايحين نشوفوهم دوك شويه. هادو لي موديول كل ماده فيهم راح يكون عندها كونترول واحد فقط. بالنسبه للاسئله راح يعطوكم اختيارات، دونك يقدروا يكونوا دي كيو سي ام اللي هما لي كيستيون ا شوا مولتيبل معناتها سؤال واختيارات ذات اجابه او اكثر صحيحه. يقدروا يكونوا دي كيو سي اس كيستيون ا شوا سامبل معناتها سؤال واختيارات ذات اجابه واحده فقط صحيحه، ويقدروا يكونوا دي كروك معناتها دي كيستيون ا ريبونس اوفيرت كورت معناتها انت اللي تكتب الاجابه. وفي اغلبيه الاحيان بالنسبه للسنه اولى طب غيكونوا على شكل دي كيو سي اس ولا دي كيو سي ام. إذن يستوجب لاعتبارك ناجحا في هذه السنه انه يكون معدلك السنوي من 10 فما فوق، بالإضافة أنه تكون نقطتك في كل المواد أكثر من النقطة الإقصائية يعني أكثر من 5. الآن في حالة ما إذا تحصلت على معدل سنوي يفوق 10 وكانت عندك مادة نقطة فيها أقل من 5، في هذه الحالة رايح تجتاز ما يسمى بالاستدراك ولا الرتراباج، واللي يكون آخر سنة في تلك المادة اللي تحصلت عليها على النقطة الإقصائية. والرتراباج هو إعادة للامتحان في آخر السنة تعاودوا مرة أخرى، معناتها كأنهم راهم يعطيو لك في فرصة ثانية. maintenant concernant les modules معناتها المواد اللي راح تدرسوهم في هذه السنة، عندنا 11 موديول. دونك اون كومونس افيك لي موديول انويل معناتها المواد السنويه وين لو كويفيسيون تاعهم سي 2 معناتها المعامل تاعهم 2 وراح تكراوهم طوال العام يعني العام كامل. عندنا لاناتومي راح نشوفوهم اون ديتاي من بعدا. دونك عندنا لاناتومي اللي هو علم التشريح، سيتولوجي علم الخليه، بيوشيمي اللي هي الكيمياء الحيويه، لاشيمي الكيمياء، بيوفيزيك الفيزياء الحيويه، بيوستاتيستيك الاحصاء، الانفورماتيك الاعلام الالي واللي عنده علاقه بالبيوستاتيست. عندنا aussi des modules semestriel وين اللي هما المواد الفصليه وين لو كويفيسيون تاعهم واحد معناتها المعامل تاعهم واحد، وفي كل سيمستر رايح تقرا حل موديول هكذا. دونك عندنا لومبريولوجي العلم الاجنه، اس اس اش اللي هو سونتي سوسيتي اي هومانيتي الصحه المجتمع والانسانيه، عندنا ليستولوجي اللي هو علم الانسجه، وعندنا لا فيزيولوجي علم وظائف الاعضاء. دونك في هادو لي موديول عندنا دي كور دي تي دي اي دي تي بي. دونك كونسيرنون لي كور ne sont pas obligatoires, le حضور فيهم ما يكونش إجباري، مي لي تي دي اي لي تي بي يكون اوبليغاتوار، الحضور فيهم إجباري. بالإضافة إلى هذا عندنا اون فورماسيون دو سوكوريزم اللي هي تدريب على الإسعافات الأولية، وعندك ان تيست دو فرونسي ولازمك تعدي لو نيفو بي 2 من أجل أنك تنجح في هذا لو تيست. Donc on commence avec les modules annuels. عندنا l'anatomie اللي هو علم التشريح. Donc l'anatomie c'est la base de la médecine. هو اساس الطب. Constitué de deux chapitres
de deux grands chapitres. عندنا في لو برومي سيمستر راح نقراو على لي مونبر سوبيريور معناتها الاطراف العليا et le deuxième semestre راح نقراو على لي مونبر انفيريور الاطراف السفليه بحيث في شاك شابيتر في كل جزء يحتوي على لوستيولوجي نقراو فيه دونك على العظام لارثرولوجي معناتها نقراو على لي زارتيكولاسيون المفاصل ميولوجي نقراو على العضلات عندك aussi نقراو على لونجيولوجي اللي هما اون ايتود دونك لي زارتير لي فان الاوعيه بصفه عامه الاورده الشرايين عندنا aussi et finalement l'innervation معناتها راح نقراو على الاعصاب تاع كل شاك مومبر لي مومبر سوبيريور نقراو هادو كاع نقراوهم في لو لو بروميير سيمستر ونقراو aussi في لو دوزيام سيمستر على لي مومبر انفيريور Maintenant, on a la biochimie, liée à la chimie al-hayawiya. Donc, la chimie de vie, liée à la chimie al-hayawiya, vous allez étudier la structurale et la métabolique en quatre grands chapitres durant toute l'année. On va parler des glucides, les lipides, les protéines et les enzymes. معناتها راح نقراو على البنية ولا الهيكلة بالإضافة إلى العمليات الأيضية تاع كل من الجلوسيد الكربوهيدرات الليبيد الدهون البروتين البروتينات وعندنا الانزيم اللي هما الانزيمات دونك هادو لي غروند شابيتر راح نقراو فيهم دونك على السكريات البسيطه والمركبه اللي هما لي غلوسيد نقراو على الدهون البسيطه والمركبه اللي هما لي ليبيد نقراو على الاحماض الامينيه السلاسل البيبتيدية البروتينات وخصائصها بالإضافة إلى العمليات الأيضية لكل منهم كي نقصد العمليات الأيضية نقصد الميتابوليزم اللي فيه الكاتابوليزم معناتها الهدم عمليات الهدم الانابوليزم معناتها عمليات البناء عندنا لا شيمي اللي هي الكيمياء دونك عندي لا شيمي جينيرال اي اورغانيك Donc tout d'abord, vous allez voir dans la chimie générale tout ce qui concerne l'atome, les électrons, le tableau périodique, les liaisons chimiques, la thermodynamique, la cinétique, les équilibres, les acides et les bases et les solutions chimiques. راح تدرسوا فيها كل ما يخص بالذرات, الالكترونات, الجزيئات, تمثيلها, ترتيبها, الروابط الكيميائية بمختلف أنواعها. راح نقراو على الأكسدة والإرجاع, الأحماض والأسس, etc. Concernant la chimie organique, vous allez utiliser le carbone, ses propriétés et la nomenclature. Donc, concernant la chimie organique, ou نقصدو بها الكيمياء العضوية, من خلالها راح يتم دراسة البنية, الخواص, والتفاعلات الخاصة بالمركبات العضوية أي المواد اللي تحتوي على عنصر الكربون Donc refaire les TD est la clé pour avoir une bonne note. من flashimie, biophysique, هذو اللي عندهم les TD biostatistiques من المستحسن أنكم تعودوا les TD تعم les séries des exercices كثرتها تركزوا على les exercices flashimie, biophysique et biostatistique aussi biochimie عندنا maintenant la cytologie liée à علم الخلية Donc, l'étude de la cellule et ses organites, mitochondries, noyaux, ribosomes, appareils de Golgi, etc. معناتها في علم الخلية راح ندرسو كل ما له علاقة بالخلية اللي هي لا سيلول ومكوناتها مثلا الغشاء الهيولي ومختلف عضياتها كما قلنا الميتوكوندري جهاز جولجي النواة ووظائف كل منها عندنا maintenant la biophysique ou la physique al-hayawiya. Donc vous allez étudier l'électricité et les phénomènes bioélectriques, l'optique géométrique et la biophysique des rayonnements. Donc هنا في الفيزياء الحيوية من بين ما رايحين من بين الأشياء اللي رايحين تدرسوها عندنا الشحونات الكمونات الكهربائية وحسابها الحقل الكهربائي المكثفات وأساسيات ربطها بالإضافة إلى ظاهرة انعكاس وارتداد الضوء العدسات وعندك الأشعة أنواعها وأثارها Maintenant, عندنا la biostatistique, اللي هو علم الإحصاء. Donc, l'étude de la statistique premier semestre, راح تقراو كيفية دراسة المعطيات وتنظيمها ضمن الجداول الإحصائية ودراستها. وعندنا les probabilités في le deuxième semestre, راح تقراو وشنو
les probabilités, les humains, les estimates. Il suffit de comprendre les lois, les méthodes de calcul et refaire les TD. Comme je vous l'ai dit, vous avez les TD, vous avez les exercices. دونك لا بيوستاتيستيك راها مليئه بالقوانين وتستوجب التركيز والفهم لمعرفه كيفيه تطبيق هذه القوانين واستغلال المعطيات اللي يعطيك في ليكزيرسيس. عندنا فينالمون لانفورماتيك من بين لي موديول بيان سور انويل. عندنا لانفورماتيك اللي هو الاعلام الالي وراها مرتبطه بالبيوستاتيستيك. دونك مثل ما مثلا رايحين تتعلموا فيه كيفيه تنظيم المعطيات ضمن جداول احصائيه ولكن في نظام الاكسل. عندنا مانتونو ندخلوا في لي موديول سيمستريال المواد الفصليه معناتها اللي راح نقراوها في السيمستر واحد فقط. دونك عندنا لاساساش اللي هي سانتي سوسيتي هومانيتي الصحه المجتمع والانسانيه. Donc, l'éthique et déontologie médicale, l'histoire de la médecine, des hôpitaux et des anciens médecins. Donc, on va parler de l'akhlaqiyat mihnat al-tabib, l'alaqa bin al-tabib al-marid, ala tarikh al-tib wa ala tarikh al-mustashfayat wa ala al-atibba al-qudama. Donc, عندنا la physiologie. Donc, il y a ilm wa dha'if al-a'da. Vous allez voir le fonctionnement du système nerveux et tout ce qui concerne la transmission synaptique, le système nerveux autonome ou végétatif et les récepteurs neurosensoriels. Puis, عندك la physiologie du muscle, la physiologie du milieu intérieur et les besoins énergétiques et alimentaires. Là, راح نقراو على كيفية عمل الجهاز العصبي وكل ما يتعلق بالنقل المشبكي. نتعرفوا أسي على الجهاز العصبي اللا إرادي. عندنا راح نقراو على المستقبلات العصبيه الحسيه. راح ندرسوا لا فيزيولوجي تاع العضلات تاع لي موسكل, لا فيزيولوجي دو ميليو انتيريور تاع الوسط الداخلي, ولي بوزوان انرجيتيك اي اليمونتير والاحتياجات الطاقويه والمغذيات اللي يحتاجها جسم الانسان. Maintenant, عندنا l'histologie, il y a علم الأنسجة, donc c'est l'étude des différents tissus de l'organisme et leurs propriétés. Vous allez voir le tissu épithélial, conjonctif, cartilagineux, osseux et musculaire. Donc, راح ندرسوا أنسجة الجسم المختلفة وخصائصها. من بين هذه الأنسجة راح ندرسوا التيسو إبيتيليال ولا ما يسمى بالنسيج الظهاري اللي هو النسيج اللي يغطي لي الأسطح الخارجية والداخلية للجسم. راح نقراو اون ديتاي في ليستولوجي. عندنا التيسو كونجونكتيف او ما يعرف بالنسيج الضام. عندنا كارتيلاجينو اللي هو النسيج الغضروفي, مسكولير النسيج العضلي, واوسو اللي هو النسيج تاع انسجة العظام. لومبريولوجي واللي هي علم الأجنة, دونك راح ندرسو فيه على vous allez étudier les appareils génitaux معناتها الأعضاء التناسلية سواء عند الذكر أو الأنثى. لا غاميتوجينيز معناتها تكوين الأمشاش كيف تكون النطاف والبويضات. لا فيكونداسيون اللي هو التخصيب. Puis راح ندرسو فيها les 4 semaines du développement embryonnaire اللي هما الأربع أسابيع من التطور الجنيني. راح ندرسوهم اون ديتال. Maintenant, finalement, عندنا le secourisme, اللي هو c'est juste une formation des premiers secours que vous pourrez apprendre à utiliser pour sauver des vies en cas en cas de malaise et arrêt cardiaque, perte de conscience. Donc, هذا السكورisme هو عبارة عن مجرد تدريب على الإسعافات الأولية. راح يعلموكم الإسعافات الأولية اللي بهم يمكن أنك تتعلم كيفية استخدامه لإنقاذ الأرواح في حالة مثلا اون مالاز ولا اون اغي كاردياك. يعلموكم لو ماساج كاردياك السكتة القلبية ولا اون بيرت دو كونسيونس واحد مثلا فقد الوعي واش لازمك تعمل كإسعاف أولي لهذا الشخص. وفي الأخير شكرا على المشاهدة, نتمنى أني فدتكم ولو بالقليل. نتلاقاو إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله.